من جانب آخر، أشاد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، أشاد بعمق العلاقات التاريخية الودية والوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتطورها على كافة المستويات، باعتبارها نموذجا للأخوة العربية والشراكة الاستراتيجية القائمة على أسس متينة من التعاون الثنائي والمصالح المشتركة وتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وخلال مأدبة عشاء أقامها على شرف رؤساء تحرير وإعلاميين مصريين وبحرينيين في العاصمة القاهرة، أكد الوزير أن مصر بثقلها التاريخي وحضارتها العريقة وقوتها البشرية إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم ركائز تقدم وازدهار الأمتين العربية والإسلامية. وأكد أن القمة البحرينية المصرية السادسة بين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس القيمة والمكانة العالية التي تتبوأها مصر العروبة وبلد الأزهر الشريف في قلب ووجدان البحرين قيادة وشعبا، وتمثل دفعة قوية على صعيد توثيق علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض وزير شؤون الإعلام الأحاديث الودية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أهمية زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية تأتي من واقع العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ولتفعيل أواصر التعاون السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والتجاري وفي جميع المجالات الثقافية أيضا والإعلامية. يعني طبعا زيارة الملك البحرين إلى مصر زيارة بتكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات، في الوقت الذي يواجه فيه العالم العربي تحديات خطيرة غير مسبوقة أدت للأسف الشديد إلى سقوط وتدمير العديد من الدول العربية الكبرى. ولذلك ينبغي في الوقت الحالي أن يكون هناك الدول العربية التي تقف في مواجهة المخططات التي تريد إسقاط الأمة العربية، طبعا على رأسها البحرين، مملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية. لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق للمواقف لمواجهة هذه التحديات. شرف كبير زيارة جلالة الملك لجمهورية مصر العربية، والحقيقة أن مصر والبحرين دائما وأبدا بينهم علاقات أسرية وعلاقات ودية جدا، ودائما وأبدا الحقيقة بتربطهم مصالح مشتركة، وبعيدا عن روابط الدم وروابط العروبة المشتركة، البحرين مملكة البحرين وقفت بقوة مع مصر في كل يعني المشكلات التي واجهتها خصوصا بعد 30/6. أعتقد أنه أفاق التعاون وأفاق الاستثمار اللي ممكن يكون بين البلدين في الفترة المقبلة ممكن يكون كله إيجابي في إطار اتفاقيات بين الزعيمين الكبيرين. لا شك بأن زيارة صاحب الجلالة المفدى إلى جمهورية مصر العربية والتقاء بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا شك بأن هذه الزيارة تعزز من العلاقة القوية والتاريخية بين مصر والبحرين، وأنا متأكد بأن إن شاء الله بتكون هناك نتائج كبيرة جدا ونتائج ناجحة تخدم مصلحة الشعبين البحريني والمصري. طبعا هذه الزيارة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية تمر بها المنطقة ككل، وأعتقد بأن المواقف من مواقف البحرين مواقف مصر تؤكد دائما وأبدا على استتاب الأمن وعلى استتاب السلم الدولي، ولا ننسى ذلك أيضا موقف جمهورية مصر العربية الإيجابي تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية وتجاه خصوصا تجاه البحرين. في الواقع أن الزيارة التي يقوم بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى البلد الشقيق مصر تدخل ضمن سياق كبير جدا يؤكد على تميز العلاقات الوثيقة الأخوية بين البلدين الشقيقين لسنوات عديدة، وهناك تعاون كبير جدا في كافة المجالات. سوف أتطرق الآن فقط إلى الجانب التعليمي بشكل عام. هناك الكثير من الأخوة
من هذا البلد العزيز أسهموا بدور كبير في مراحل مبكرة من التعليم في مملكة البحرين، وهذا أيضا لا شك جانب مقدر ومثمن. وإذا انتقلنا اليوم إلى الواقع الحالي، فهناك العديد من أبناء مملكة البحرين من الذين يواصلون دراساتهم في الجامعات والمعاهد في هذا البلد الشقيق، وهناك العديد من الخبرات والكفاءات المتميزة موجودة في مملكة البحرين. وهذا التعاون سواء كان تعاونا تعليميا أو ثقافيا هو يدخل في الجانب الإنساني، وبالتالي يترجم ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة في كافة المجالات. هذه الزيارة تعتبر زيارة جدا مهمة لجلالة الملك لجمهورية مصر العربية، وهناك عدد من الاتفاقيات، ونحن سعدنا بأن يكون هناك اتفاقية لبرنامج عمل في إطار الطبيب الزائر بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية. هذا البرنامج التنفيذي هو يتمحور حول كيفية الاستفادة من التخصصات والخبرات الموجودة في جمهورية مصر العربية في التخصصات النادرة التي لا تتوفر لدينا، كأطباء زائرين يقومون بعلاج المرضى عندنا في البحرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرة وتدريب الكوادر الموجودة عندنا. مؤسسات صغيرة متوسطة مثل قطاع يعني تجاري كبير في البحرين، عندنا بعض المشاكل وبعض المعوقات في حالة ان احنا نبي نستورد او نبي نصدر، يصير تبادل تجاري، فمثل هذه الزيارات يعني تدلل هالمشاكل، تحلها، تحاول تشوف شنو المشاكل، شنو يعني الآلية اللي توضعها الحكومتين ما دام هي على مستوى رفيع الزيارة، ان يحاولون يحلونها ويسوون حتى حلول مشتركة سريعة. هذا راح يزيد التبادل التجاري، في نفس الوقت راح يزيد من قدرة التبادل، وان احنا نستفيد من خبراتهم في مصر ان شاء الله. هناك اتفاقية أو هناك ما يسمى باللجنة المصرية البحرينية المشتركة اللي أسست سنة 1992، هناك مجلس الأعمال المصري البحريني اللي أنشئ 1999. احنا محتاجين بدرجة أو بأخرى ان احنا ننمي هذه العلاقات ما بين الطرفين، اذا كنا نتحدث عن العلاقات الاقتصادية او نتحدث عن التوافق السياسي في القضايا السياسية الموجودة في المنطقة. والنقطة المهمة جدا بقى علاقة العرب بإيران على وجه الخصوص، معلوم أن إيران لها شكل من أشكال التغلغل في العالم العربي. والله احنا زيارتنا مصر تزيدنا شرف لنا، أولا احنا تشرف رافق صاحب الجلالة الملك حمد في كل ما يعهد لنا به المهام، وهذه مهمة مو صعبة، لأن علاقتنا مع مصر ما تحتاج لمهام رسمية، علاقات قديمة على جميع المستويات في الصعيد الاقتصادي والصعيد الاجتماعي والصعيد الثقافي. مصر هي منبع كثير من الأشياء اللي تتمتع بها اليوم، فنتمنى أن نزيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية البينية بين البحرين ومصر. أعتقد أن البحرين أيضا فيما رأيته وفيما أشهده من خطوات سابقة هي أيضا تتطلع بدورها إلى أن تكون المرفأ المالي في قلب الخليج العربي، ومن ثم فلا تنظر البحرين كمساحة ولا عدد سكان قليل، ولكن أنظر إليها على أنها قوة لها وزنها ولها ثقلها الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الفاعل في قلب الخليج العربي. احنا اولا لنا شرف عظيم ان احنا نشارك بهاي الوف يعني لمملكتنا الغالية، مع طبعا جلالة الملك الله يحفظه، والتطلعات هي يعني تقوية العلاقات والربط مع جمهورية مصر العربية، يعني من لما يعني لها مكانة كبيرة عند البحرين من قدم الزمان يعني. فإحنا اليوم بإذن الله إن شاء الله راح يعني في مشاريع كثيرة راح نتناقشها باسم التعاون أكثر، تبادل أكثر في كل شيء، الأفكار والثقافات والعمالة والاستثمار وكل حاجة. وإن شاء الله كلما تزداد الزيارات كلما يزداد التعاون أكتر والنمو أكتر والاستثمار أكتر في كل شيء، مش بس استثمار مالي، لا، في استثمار ثقافي، استثمار فكري، استثمار في كل شيء اللي موجود،
وإن شاء الله تيجي نتائج طيبة. طبعا احنا اليوم نطلع الى زيارتنا الى جمهوريه مصر الشقيقه، وخاصه اليوم عندنا في موجود هناك نوع من الدعم المباشر من قبل جلاله الملك، بانه هو متواجد بالنسبه الى دعم العلاقات الاقتصاديه بين البحرين وبين مصر. احنا اليوم نطلع الى الترتيبات اللي تمت بالتواصل بين الجهات الاقتصاديه ورجال الاعمال بين مملكه البحرين وايضا نظرائنا في جمهورية مصر. هناك الكثير من المشاريع المصرية المتواجدة في الساحة المصرية الجديدة الحين، بنشوف الفرص ونقتنمها إن شاء الله، ودائما الوفد البحريني هم سباقين للوصول إلى قلب مصر وإيجاد الفرص الاستثمارية المطلوبة بين البلدين. وطبعا احنا مو بس نحب ان ناخذ مشاريعهم، نحب ان نجيب المستثمرين المصريين الى البحرين، لان احنا عندنا استثمار حر في البحرين، ونتمنى ان يكون في تعاون كبير بيننا وبينهم.